الفريزر بيتجمد كويس والتلاجة كمان بتجمد، يعني لما بنحط الخضار او الحاجة بتاعتنا بنلاقيها مجمدت. دي مشكلة بتحصل كتير في التلاجات الديجيتال او اي نوع تلاجات. ازاي تقدر تشوف السبب وتقدر تصلحه بنفسك؟ اللي هنعرفه معانا، اول حاجة نعملها ان احنا نقلل المؤشر، نخليه على اقل درجة ونستنى 3-4 ساعات ونشوف هل لو حطينا حاجة هتجمد اكتر من لازم، نقول عشان نتأكد ممكن توصل ل 8 ساعات. لو لسه بتجمد او فيها مشكلة يبقى كده فيها حاجة تلفة ومحتاجة تصليح. ازاي نقدر نعملها؟ نفتح معانا كده الجزء ده، طبعا بيكون فيه مؤشرين، مؤشرين جنب بعض او مؤشر فوق ومؤشر تحت. المهم ان احنا بنتأكد من المؤشر بتاع الكابينة اللي تحت ونخليها على اقل رقم علشان نتأكد ان هو مش هو السبب. بعد كده بنفك المسامير ايا كان الشكل، برضو مسمارين اهم، ونشوف ايه المسؤول عن تجميد الاكل. ليه مخلية التلاجة من تحت زي الفريزر؟ زي ما احنا شايفين هنا، علشان يبقى الامور واضحة، ده الجزء لو حطينا ايدينا التبريد نازل من الفريزر. لولا الجزء ده هيكون التلاجة والفريزر زي بعض، الاتنين بيجمدوا، ده بينزل تبريد، ده بينزل تبريد من الفريزر. طبعا ما فيش اي حاجة هنا، الفريزر كله في المروحة وفي الجزء الثاني ده المبخر وكل حاجة، فبينزل التبريد كله من هنا. لو فضل مفتوح باستمرار طبعا بيخلي التلاجة تحت تجمد جدا. طب ايه اللي بيخليه مفتوح؟ نشيل الجزء ده، لو شغال بايديك الاتنين هيكون اسهل بكتير. زي ما احنا شايفين لو حطينا دي الجزء ده هنا هنلاقيه هو اللي بياخد تبريد وبينزله في الفتحتين ديت هنا علشان يتوزع على الجزء. لكن لو فتحنا تاني خليك حذر مع الفل علشان ما يبص او يتقطع. طبعا احنا هنقول برضو طريقة التركيب، شلنا الترس، يفتح معانا يلاقي في حاجة كده اهي، دي اسمها بوابة الهواء، تفتح وتقفل. المؤشر اللي احنا بنعليه ونوطيه هو المسؤول، بص، مسؤول عن يخلي الفتحة دي كبيرة او صغيرة. والبلب دوت زي الثرموستات بالظبط، اول ما يحس بالتبريد على حسب الدرجة اللي احنا قلناها اهو عشان يكون اوضح، اهو اول ما يحس بدرجة التبريد اللي احنا عايزينها او اللي احنا ظابطينها بيروح جاي قافل، يمنع نزول الهواء. يبقى الهواء ممنوع نزوله، يحتفظ بالتبريد اللي هو فيه لحد ما يقل وبعدين يرجع يفتح تاني يدخل هواء من هنا. طيب ده ممكن يكون بايظ، هو بيبوظ في وضعين، في وضع ان هو يكون مقفول وبايظ ما بيحسش بأي تبريد، الثرموستات دوت باظ، ولو ديجيتال طبعا بيكون في حساس تاني، وبيبوظ في وضع الفتح ان هو يفضل مفتوح كده مهما قفلت. احنا شايفين مهما قفلت اهو، ده اقل قفلة دوت رقم واحد بيفتح فتحة بسيطة، ورقم سبعة اهو ده فتحة قليلة، رقم ثلاثة في النص اهو نص فتحة، فدوت ممكن يكون بايظ، ده مش شغال، او كمان في حاجة تانية ممكن تكون بايظة، التركيب مش كويس. يعني احنا التركيب دي مش كويس، احنا هنتعلم ازاي نركبها علشان في ناس كتير بتغلط فيها او فوتت الترس بتاعها فوت. هنعمله اول حاجة، طيب طريقة الاختبار بتاعها، اول حاجة نختبرها بايدينا كده بنشوف، مش عارف عايز تكون واضحة اكتر اهو، نخليها على مفتوحة على اعلى ايه، على اعلى حاجة. طبعا احنا ممكن نستخدم
ده ترس اهو، نخليها على اعلى حاجه ونقفل. بتقفل معانا بس فاضل جزء صغير، نفتح تفتح معانا. طيب لو لسه مفتوحه ممكن دي تكون معوج بيقفل. خلاص احنا دوت اول اختبار. طيب نخليها في النص كده مفتوحه اهي سنه. عايزين بقى نتاكد ده شغال ولا لا، دوت لما بيحس بدرجه التبريد بيفصلها ولا لا. ازاي نقدر نختبره؟ طبعا لو فني بيكون معاه فريون بيضغط هنا فريون، الفريون بيكون بارد جدا، اول ما يحس بالبروده بيفتح معانا. احنا هنختبرها بالفريزر، نقفل الباب كده نفتح الفريزر ونحطها في الفريزر، نسيبها دقيقتين بس هنشوفها هتحس بالتبريد. نخلي ده قريب من فتحات شوف هتحس بالتبريد ولا لا، ونرجع نشوف. نرجع بعد دقيقتين او دقيقه نلاقيها مقفوله، ممتاز. طب نجربها تاني، هي كده مقفوله. عايزين بقى نتعرض للحراره اهو، نعرضها للحراره نشوفها هتفتح ولا لا. عايزين نتاكد انه شغال لان ممكن يكون سبب تاني هنقول عليه دلوقتي. المفروض يحس بالحراره يفتح معانا، بدا يفتح اهوت، شايفين كان مقفول خالص بدا يفتح. نحس نديله حراره تاني، فتح معانا اهو، كل ماده ما بيفتح معانا كده يعني حس ان مفيش تبريد، في سخونه في قلب الثلاجه بسبب بقى فتح، بسبب خدنا وقت، بسبب حطينا اكل، فبيبدا يفتح تاني ينزل تبريد للفريزر. يبقى كده شغال معانا. طب لو مش شغال يغيره، طبعا ممكن يكون شغال يبقى في سبب تاني. اه في سبب تاني يخليه مفتوح على طول هنشوفه. نرجع على طريقه التركيب بقى، هي اللي فيها الخطأ. ازاي نقدر نركبه اهو، شايفين الجزء ده يركب كده، لازم يلامس بعض اهو، لامس الجزء التاني ولزق دوت. طبعا لو باظ نلزقه سلوتيب او حاجه، خلي كل حاجه في مكانها اهو وبالراحه بدون ما نبوظ حاجه. انا شغال بايد واحده، لو بالايدين عشان بس التصوير محدش بيصور، لو بالايدين هتشتغل كده. ركبناها نضغط عليها نرجع كل حاجه مكانها، لو في سلوكوب زي ما قلنا نلزقها خليها زي ما كانت كده. التركيب الصحيح اهو، طبعا هنخلي ديت لازقه برضو في البتاع. احنا نفصل الكهرباء عن ديت عشان شلنا الجاك ده عشان يبقى اسهل معانا. طيب نيجي بقى عند الترس بقى، هو اللي بيبوظ الدنيا. نركب الترس دوت في مكانه اهو، راكب نحط ديت جنبها، شايفين واحد فين وسبعه فين اهو، نركب دي كده ملهاش مكان بتركب كده، اعلى درجة لحد ما يقف معانا اهو كده وقف بس مش مظبوط. نخلي الترس هنا اهو كده اعلى درجة. طيب لو اتكينا هنا لحد ما يقف معانا، لا مش مظبوط كده، ايوه كده مظبوط. خليها بقى في النص في اي مكان، ضغطنا هنا ضغطنا هنا، نثبت على كده، اثبت على كده، وبعدين هدي كده جزء البلاستيك، لان لو فوتت سنه مش هيقفل جامد، ممكن يكون ديت لفه مش هيقفل جامد او الترس بيفوت. نتاكد ان هو سليم وتمام. نيجي عند الجزء ده ونركبه في مكان اهو،
بس ضغطنا، خليك ضغط، خليك ضغط، ما تحركش اي حاجة. وركب، هات الجاكيت بتاع السكين عشان نوصلها. انت ممكن تفصل الكهرباء لو بتخاف من الكهرباء. خليني ضغطين، ركب مسمار، والمسمار الثاني، نربط المسامير كويس. نوصل الكهرباء بتاع اللمبة، ندخل السلك دوت كده ونركب تانا ونجرب بقى. وتحس كمان ان هي بتحرك الجزء اللي جوه، بس هي مش مظبوطة. هنرجع نعملها ونخليها مظبوطة ونرجع تعمل. ودي طريقة التركيب وطريقة سبب اللي هو تجميد الحاجة تحت. طبعا لو الدمبر بايظ بيتغير.